شهر قبل بس بعد كده لما عملت بنت الجيران الموضوع اختلف. ده كدب طبعا. هو بيقول ان انت اللي ساعدت لي. لا ده كدب. وان هو ساعدك كتير. لا 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 محدش ساعدني. وجيت له من اسكندريه عشان يساعدك. بص يا دكتوره انا المدرسه. انا المدرسه اللي طلعت حسن شاكوش. شرحت ازاي؟ عشان ازاي أصدق. حد صاحبي اسمه ايمن شعبان طبعا كلمني. انا ما كنتش اعرف حسن شاكوش اصلا. خالص. انا كنت في اسكندريه. انا اسكندريه والقاهره كانش لسه في حاجه اسمها حسن شاكوش اصلا. فقال لي ساعد واقف جنبه. طب سيبني ايمن انا هشوف الموضوع. يعني ساعد تقف جنبه ازاي؟ تعمل انا اعمل له اغاني. تعملها له ازاي يعني؟ تلحنها له. انا اللي كنت بقى اسلام كان بيكتب لي والاستوديو بتاعي وفي جود دخلاوي الموزع بتاعي. هو ما كانش يعرف اي حاجه. كمل. جالي وايمن شعبان قال لي ساعده وبتاع واقف جنبه. قلت له حاضر. رحت مكلمه وجالي الاسكندريه اللي هو بيقول لك انا اللي رحت له. انا ما اعرفوش هروح له ازاي. هو اصلا ما كانش عنده استوديو واللي الوحيد اللي عنده استوديو في مصر كنت انا. هو بيقول انه بيغني من قبلك ب 13 سنه. فين هو بقى؟ من 13 سنه فين هو؟ هو ما ظهرش غير معايا اصلا. والناس ما شافتهوش غير معايا. حتى لما عمل اول اغنيه معايا كانت الناس بتسالني بتقول لي مين دوت؟ بس هو مطرب وانت اداء صوتي. النقابه اديته مطرب شعبي. واديتك انت تصريح بتاخده وبتجدده كل شهر بانك اداء صوتي. انا وهو في مربع واحد. ازاي في مربع واحد؟ انا وهو مع بعض. اما هو مطرب. هو انت مؤدي. هو مطرب بيغني بيقول ايه؟ مطرب شعبي. ايوه بيغني ايه؟ كل الاغاني بتاعته دي مش عاجباك؟ لا دي بتاعتي. بتاعتك؟ طبعا. ازاي يعني؟ فوديكا وشفاز، وداع دنيا وداع، شمس المجره، بنتخان. ازاي يعني؟ كل ده حاجتي، كل دي اغانيه طالعه من الاستوديو بتاعي، هو ما كانش عنده استوديو اصلا. بس المشاهدات عنده على القناه بتاعته اكتر من المشاهدات عندك. لما احط ممول عشان اخلي المشاهدات تعلى ده مش حلو. يعني ده واحد بيحط ممول. مين قالك ان هو بيمول؟ انا اللي بقول لحضرتك. هو كل واحد يبقى احسن منك هتقول عليه بيمول؟ لا هو مفيش حد احسن مني طبعا. هو بيقول لك انا اسالوا الناس. ايه الغرور ده؟ ايوه طبعا. ايه الغرور ده؟ ايوه طبعا الغرور عشان انا عارف انا بقول ايه. انا عارف والناس كلها شاهده هي عارفه مين اللي مطلع حسن شاكوش ومين اللي خلاه يظهر للنور. يا سلام. طبعا. انت بقى. طبعا. ومحدش يقدر يقول غير كده. يعني انت نسميك الموسيقار حمو بيكا؟ لا انا المدرسه. يا ولد. انا المدرسه بتاعتهم. طب قول لي علمته ايه في المدرسه اللي انت بتقول عليها؟ علمته يبقى حسن شاكوش. خليته حسن شاكوش. ازاي؟ اللي هو عاش 30 ولا 15 سنه مش عارف يعمل حاجه اسمها حسن شاكوش. اوعدك اشكرك اللي هو عملها. ايه بقى السر الخلطه اللي انت اديتها له عشان ينجح؟ كله. مش هو بس حضرتك. مش هو بس. لا 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 انا بتكلم دلوقتي تحديدا عن حسن شاكوش. ايه السر؟ السر اللي انا خليته يطلع للنور. يا حبيبي قول لي ايه الخلطه اللي انت اديتها له؟ ساعدته ازاي؟ ساعدته جبته عملت له اول اغنيه ليه انا عملتها له جابت 15 مليون. كنت انا لوحدي كانت اغاني يعني بتجيب ملايين. ما انت بتقول بيشتري مشاهدات. انا قبل منه دلوقتي تقول لي بيعمل 15 مليون. انا قبل مليون؟ منه هو حضرتك ما كانش عنده قناه اصلا. كانت قناته دي 200,000. طب ما سكر محلي محطوط على كريمه عامله 800 مليون. انا المزيكا بتاعت مين؟ ما اعرفش. المزيكا بتاعتي. والدرامز بتاعي. يعني ازاي بتاعتك؟ يعني الدرامز اللي هو بيغني عليه بنت الجيران وسكر محلي محطوط على كريمه ده الدرامز بتاع فيجو الدخلاوي اللي هو اساسا بتاعي. الدرامز دوت. وساسو اخده من فيجو الدخلاوي. ولما هي حلوه كده ما خدتهاش انت ليه؟ ما خدهاش وهو راح محاله. لما انا طلعته للنور وظهر. طب ما حطيتهاش على قناتك ليه؟ ما هو مش اغنيتي هو راح عملها بره. ما حسن لما اتشهر. حسن لما اتشهر والغرور اكله مني خلاص بقى يعمل اغاني لوحده. كلمته كذا مره حطني ومع الناس وما بقاش يجي. فسبته. هو واحد مغرور زي ما هو بيقول لك. لا ده هو اللي جالي. لا انا ما رحتلوش. ولا كنت اعرف حسن اصلا من البدايه. يعني انا ما اعرفش حسن من البدايه. بس فهو كل اللي بيقوله ده كده. انت قفلت له اغنيه بنت الجيران يوم ما نزلها قفلت له بنت الجيران علشان بقى. عملت 7 مليون مشاهده. لا ما كانتش لسه. وانت بقى غيرت. لا ما كانتش عملت حاجه عشان لسه. عشان كده عملت كده. ما كانتش عملت حاجه. ده هو نزلها النهارده اتقفلت في نفس اليوم. اما انت اللي قفلتها وانا اللي فتحتها.
فتحتها ليه؟ فتحتها عشان حصل مشاكل، عشان عرف ياخد حقوقه. لا اما بصي، انا لو كنت عاوز اقفلها ما افتحهاش، عشان عرف يقفل قناتك كلها. ايه المشكلة ما يقفلها؟ وانت وصلت ناس كتير علشان يرجع لك القناه. هو اللي هو اللي بيك. لا ازاي؟ طب انت يعني انت بتقولي بطل تحوير وقول اللي حصل. هو اللي حصل، او انت حضرتك دلوقتي كنت معانا ما كنتش معانا؟ هو اللي جاب ناس تتوسط عشان انا افتح له الاغنيه. طب احكي قصه، انا مش هقول تفاصيل، انا سيدي مش عارفه القصه. اللي حسن اول ما جه ما كانش اصلا يعرف اي حاجه، لما جه عمل اول اغنيه ونجحت قلت له حسن انا هيجي لنا شغل كتير، قال لي خد الشغل والله سهل لنا. خلينا خدت عربين من الناس على اسوم اللي احنا نعمله اغاني، في الاخر خلف بيا وما جاش. تعالى تعالى تعالى، انا كل يوم جاي 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 جاي، طب تعالى لي انت. خلاني جيت هنا خدت فيلا في القاهره واستنيته وما جاش. حسن بيحب السهر. بيحب ايه؟ السهر. السهر ما بيحبش الشغل. طب يعني ايه بيحب السهر وبيحبش الشغل؟ يعني بيحب يسهر كتير. فين؟ في اماكن السهر. بيحب يسهر. وانت بقى ما بتسهرش؟ لا انا شغل. يا سلام. طبعا ما بتجيش معايا السهر اصلا. انا شغل. هو يعني تقصد تقول ان هو مش مركز في شغله؟ لا، وعشان كده هو انجح منك. عشان كده هو حضرتك وقع. حسن شاكوش وقع؟ وقع فين؟ وقع اخر اغنيه. هو حسن فين يا جماعه؟ وقع تحت ولا طب ايه؟ طب نجيبوا له اخر اغنيه؟ يعني يا ريت الاعداد يجيب لنا اخر تراك انا عامله انا وهو. هاتوا يا جماعه لاخر اغنيه. نشوفوا المشاهدات بتاعتها كام؟ وانت تحكمي ده حسن شاكوش؟ هيجيبوها. بس هو ليه مثلا سعره اعلى من سعرك؟ بياخد في الافراح اكتر منك، بياخد في الحفلات اكتر منك، مشهور اكتر منك. لا مشهور اكتر مني. محبوب اكتر منك. لا مشهور دي اكتر مني. يبقى هو انجح دكتورة منك. دكتوره مشهوره دي صعب يبقى اكتر مني، محبوب يبقى اكتر مني دي صعب. مش في اثباتات؟ اثباتات اثبت لي. اثبت لك بايه؟ ما اعرفش. طب ما اللي انت ثبته لنفسك اثبته لي انا. لا انا كتير، انا كتير. انا كتير. هو انت بتقولي هو محبوب اكتر منك؟ لا بالعكس، مشهور اكتر منك دي بالعكس. لا هو بيقول لك بقاله 16 سنه، خليني انا بقالي 6 سنين. انا العالم كله يعرفني. العالم كله يعرف حسن شاكوش. لا بالعكس بالعكس. هم رحت له الفرح وكنت مبسوط وبتغني له ليه؟ صاحبي طبعا. ولا انت لا صاحبي ولازم افرح له. ها لازم افرح. اصل كل الناس جاملوه، انت رحت جاملته برضه؟ هو جاملني. هو جاملني، جالي فرح. انا لازم كنت اقف في فرح. وقفت معاه للاخر. قلت بقى مش معقوله تامر حسني يقف يغني له ببلاش وانا ما غنيش. لا انا كنت واقف، مش اللي انا حسن اللي انا جاي معزوم. لا انا جاي، انا بدات من الفرح من الاول لحد الاخر. لحد اخر الفرح. انا عندي شغل، خلصت شغل ورجعت تاني على الفرح.